ازيك يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه النهارده؟ يا رب تكونوا بخير. إيه النهارده هعمل معاكم حاجه مختلفه شويه. صحابي طلبوا مني ان انا اعمل معاهم طريقه المكرونه من غير السلق. إيه طبعا الفكره دي حلوه جدا وانا بعملها. إيه لو انتوا حابين تعملوها، اول حاجه هنا معانا إيه دي الطماطم، انا عصرتها كويس وصفيتها. معانا ايه تاني؟ معانا هنا بصله كبيره انا ضربتها في الكبه، والفلفل الاخضر. ومعانا هنا المكرونه، انا هعمل اسباجيتي النهارده. ممكن تستبدلوها باي نوع مكرونه تاني، مش مشكله. اهم حاجه انكم تشوفوا الطريقه دي كويس، ولو حابين تعملوها ما فيش فيها اي مشكله، جربوها. معانا هنا حله على النار حطيت فيها الماده الدهنيه بتاعتنا، وهنزل بالبصل. المادة الدهنية ممكن تستخدموا زبدة سمنة، انا استخدمت زيت عشان بس ما تبقاش المادة الدهنية فيها كتير. ممكن تستخدموا معاها اللي هو التوم البودر، انا حطيت فيها توم مفروم بالشكل ده. هنسيبها على النار لحد ما تاخد اللون الذهبي بتاعها بالشكل ده كده يا بنات. هنقلبها كويس لحد ما تاخد اللون الذهبي بتاعها. الطريقة دي كويسة جدا، ولو اي حد بيعاني من النحافة ممكن يجربها بالطريقة دي، كويسة جدا لان النشا بتاعها بنستفيد منه جدا، وبتبقى حلوة بالشكل ده كده. هي اخدت اصفرت بس يعني لسه ما اخدتش برضو اللون اللي انا عاوزاه. هنسيبها شوية وهنقلبها لحد بس ما تاخد اللون اللي هي عايزاه. بصراحة الطريقة دي جميلة جدا، وانا جربت طرق كتير، دي اللي عجبتني، ده اللون النهائي. هننزل بقى بالطماطم، ممكن تنزلوا بصلصة بالشكل ده يا بنات، وهنسيبها لما تتسبك براحتها. هنحط ايه تاني معاها بقى؟ التوابل، الملح والورق اللورة والسبع بهارات المشكلة، الفلفل الاسمر، ومعانا هنا البابريكا. هنقلبهم كويس ونسيبهم يتسبكوا بالشكل ده كده. هنغطي عليهم الحلة ونسيبهم لما يتسبكوا كويس، وبعدين نقول لكم الخطوة بقى او التركة الاخيرة بالشكل ده. خلاص يا بنات، هي الطماطم بدأت ان هي تتسبك. هنزل بالفلفل الاخضر اللي معايا، بتديلها نكهة حلوة جدا جدا يعني، وبتديلها ريحة حلوة. ممكن تحطوا معاها فلفل الوان المتواجد عندكم. هنسيبها بس تاخد ثواني كده، وبعدين ننزل عليها بالمية. دي كوباية مياه يا بنات. بعد كده هننزل بقى بالمكرونة. معانا الاسباجيتي بتاعنا، هننزل ممكن تستخدموا اي نوع مكرونة تاني بالشكل ده كده. الموضوع سهل جدا ومفيش فيه اي صعوبة ولا فيه اي مشكلة. هنكسر بس شوية من الاسباجيتي بتاعنا، وهننزل في قلب الحلة واحنا حطينا الميه. معلش يا بنات، انا بس نسيت اقول لكم ان احنا ممكن نحط مرقه في الطماطم وهي بتتعمل. هنكسرها كويس، طبعا هم كتير او جامدين، مش عارفه ان انا اكسرها بالشكل ده كده يا بنات. وكده يبقى خلصنا، وهنسيبها لما تظبط بالشكل ده. هي لوحدها هنحط بس يعني شويه زيت مش كتير معاها عشان تظبط. شايفين يا بنات كده المكرونة استوت خالص. انا طبعا حطيت لها يعني شوية زيت صغيرين معاها وهي بتتسوى، وانا كمان حطيت لها المية اللي انت شفتها في الاول في الصلصة بالشكل ده. كمان ريحتها حلوة قوي، وكمان طريقتها كده جميلة، ممكن تعملوها لأولادكم يعني لو في نحافة او حاجة. الطريقة دي كويس. وبكده خلاص بقى ده شكل المكرونة في الاخر. وبكده خلاص يا حبايب قلبي، ده الشكل في النهاية. يا رب يكون عجبكم. ممكن تقدموا معاها مكان ما تحطوا مطرح الفلفل، ممكن تستخدموا زيتون او فلفل الوان عادي جدا. انا قدمت معاها البانيه ده بالشكل ده كده. خلاص يا بنات، يا ريت تحطوا له لايك بقى وتعملوا اشتراك للفيديو.